كما أضاف وزير الخارجية الأردني أن عدد اللاجئين وصل إلى الحد الأقصى الذي يمكن لبلاده استقباله، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة باتت تستطيع العمل داخل سوريا لحل الأزمة. ما نريده الآن هو وقف القتال، وبعد ذلك أن نتوصل إلى آلية تضمن التزام ما كنا اتفقنا به في اتفاق خفض التصعيد، حماية المدنيين، الحفاظ على وحدة سوريا، الحفاظ على تماسك سوريا، والتقدم نحو حل سياسي يحل الأزمة السورية كلها وفق ما يقبله الشعب السوري. هنالك 1,300,000 سوري في الأردن، الأردن وصل طاقته، الأردن تحمل المسؤولية، وعلي أن أقول بصراحة تحمل الكثير منها لوحده. نشكر كل الدعم من المجتمع الدولي ومن الأشقاء، لكن المسؤولية الكبرى كانت علينا. قبل أن نتحدث عن تهجير السوريين من أرضهم، علينا أن نتحدث عن حماية السوريين في أرضهم، علينا أن نتحدث عن إيجاد آليات دولية لتأمين الحماية وتأمين الإعانة للسوريين على أرضهم.